أن تمارس العمل الصحفي في العراق فأنت في مشاكل حقيقية، أسوأها هي فقدانك لحياتك، وأقلها سوءا إيداعك السجن. هو ثمن الكلمة الحقة بوجه الفاسدين في العراق. تنديد وانتقادات دولية واسعة بعد عودة تصاعد الهجمات ضد الصحفيين، أبرزها تهديد 3 موظفين في إحدى القنوات الفضائية بالقتل بعد الهجوم على مقرها وإحراقه في آب الماضي بزعم عرض القناة حفلة موسيقية في عاشوراء، ما اضطر الموظفين المهددين إلى ترك وظائفهم ومغادرة منازلهم في بغداد لتحاشي اغتيالات محتملة بحسب تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش. الأمر نفسه حدث مع مراسل إحدى القنوات الفضائية الكردية والمصور المرافق له عندما اختطفوا قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني أثناء تغطيتهم وقائع إحراق المقر على يد أنصار ميليشيا الحشد في بغداد. وبناء على تلك التطورات دعت هيومن رايتس حكومة الكاظمي إلى مزيد من الجدية بشأن حماية الصحفيين والحفاظ على سلامتهم، بينما لم تتخذ الأخيرة أي إجراء إلى الآن بشأن حماية الصحفيين. 4 إعلاميين قتلوا في العراق منذ مطلع عام 2020 وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود، لكن الرقم هذا مرشح للارتفاع وفقا لمراقبين في ظل الانتهاكات والاعتداءات المستمرة ضد العاملين في المجال الصحفي لمجرد إبداء الرأي. عقوبات بذرائع مختلفة مثل التشهير والتحريض ومهاجمة الرموز الوطنية وغيرها. فالسلطات الحكومية تستخدم نصوصا قانونية مبهمة لاستهداف الصحفيين والنشطاء أو أي شخص ينشر انتقادات لفساد السلطة ونظامها المحاصصاتي على صفحته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي. حملة العنف ضد الصحفيين واستهدافهم يبدو ممنهجا على يد ميليشيات الأحزاب، وما حدث بعيد انطلاق ثورة تشرين أواخر العام الماضي ليس ببعيد. فالميليشيات لم تدخر جهدا في الاعتداء على العديد من مقرات القنوات الفضائية ومحطات إذاعية محلية ودولية بحجة التحريض وتكدير الأمن العام، أمن لم يحظ به العراقيون ومنهم الصحفيون منذ عام 2003 إلى اليوم.